نشوف اللقاء الودي اللي يجمع منتخبنا الوطني العراقي مع المنتخب الليبيري في هذه المباراة الودية اللي تقام هنا على ملعب الشعب الدولي. سنكتبها ويشا أليكس كارمو وأيضا الويسس سايموجال برنس سايدي. وهنا المحاولة تبقى لمنتخب إبراهيم بارشال وأيضا أبير بورما. هذه تشكيلة المنتخب الليبيري. أوغندي يوم 8/6 من الشهر القادم ستكون مباراة أمام المنتخب الأوغندي، يعني بعد 4 أيام. وهذه محاولة مصطفى كريم هو لتحقيق الفوز على المنتخب العماني من أجل الوصول إلى بطاقة تؤهل منتخبنا للمرة الثانية في تاريخ مشاركات منتخبنا الوطني العراقي في تصفيات كأس العالم. مصطفى يعيد لنشأة أكرم، تمرير لمصطفى كريم داخل منطقة جزيرة الوطن العراقي. همام طارق، نشأة أكرم، مايسترو خط الوسط للمنتخب العراقي مع التغيير إلى الجهة البعيدة. بيتروفيتش، توجيهات المدرب الصربي لمنتخبنا الوطني العراقي. في بغداد السلام يقام هذا اللقاء الودي مع المنتخب الليبيري. كرة لخط الوسط المنتخب العراقي، نشأت يلعب الكرة أمامية لعلاء، لا وجود لحالة تسلل. مرت كرة جميلة من نشأة أكرم لعلاء عبد الزارة ولا وجود لحالة تسلل، ولم تكن هناك راية لوجود حالة التسلل. علاء لعب الكرة من فوق حارس المرمى الشيرمان، حارس مرمى منتخب ليبيريا. متابعة للكرة العراقية، نشأت أكرم يمر الكرة جميلة لمصطفى كريم. تمريرات الويسز، يلعب الكرة الوسط لكن بشكل خاطئ، عادت لنشأت أكرم لاعب منتخبنا الوطن العراقي. يمر كرة جميلة مصطفى كريم، ضاعت لمنتخبنا الوطن العراقي عن طريق مصطفى كريم اللي واجه المرمى، لكن الحارس شيرمان يتألق وخلدون أو علاء عبد الزار. سلام شاكر بالإضافة إلى أحمد إبراهيم المحترف مع نادي الوصل الإماراتي ويونس الجديد في قطر، يعني سيلتحقون بعد أضاع فرصتين عن طريق علاء ومصطفى كريم. عدنان، مرور ناجح من علي عدنان، يلعب الكرة العكسية داخل منطقة جزاء منتخب ليبيريا. نشأت أكرم ضاعت على منتخبنا الوطن العراقي فرصة أخرى. نشأت أكرم هذه المرة عن طريق نشأت أكرم، كرة جميلة من الجانب الأيسر عن طريق علي عدنان. لا، على عبد الزار لاعب دوك إلى جهة اليمين وليد، نشأت كرة جميلة الثالثة لمنتخبنا الوطن العراقي على مرمى المنتخب الليبيري. سيطرة واضحة لمنتخبنا الوطن العراقي، يهدد مرمى المنتخب الليبيري ومرت مرت 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 وتصل لحارس المرمى، لحارس المرمى للمنتخب الليبيري شيرمان إلى ركنية. ركنية ودي أمام المنتخب الليبيري، تنقل الوسط همام خلدون، عادت من جديد لخلدون اللي ينقلها بدوره إلى نشأة أكرم أمامية من نشأة مصطفى كريم. هل يفعل هذه المرة مصطفى أمام أو داخل منطقة جزاء المنتخب الليبيري؟ تسلل نشأة، نشأة وتمريرات جميلة، يحاول يمر نشأة بلمسة جميلة من نشأة، يلعب الكرة داخل منطقة جزاء المؤسسات الحكومية. لذلك المباراة يعني في وقت تقريبا هو غير ملائم لحضور الجماهير الساعة الرابعة. تنفيذ للركلة الحرة، نشأة هل يفعلها ويسجل نشأة، والحارس والحارس بكرة جميلة ورائعة من نشأة أكرم علي بالإضافة إلى المهاجم أمجد راض. إذن المدرب لادب إلى خلدون اللي خرج وأمجد اليمين وليد، جماهير المتابعة المحبة العاشقة وسط منتخب ليبيريا، يضع المنتخب الليبيري في التقدم بهدف مقابل لا شيء. ضيف وأسامة علي ومحاولة منتخبنا تعود من جديد لنشأة أكرم. نشأت الكرة لعلي عدنان داخل منطقة جزاء منتخب ليبيريا بطريقة عجيبة غريبة، ضاعت فرصة نشأت أكرم، كرة جميلة داخل منطقة الجزاء، هيئ الكرة لنفسه نشأت أكرم. الكرة الخلف لنشأت أكرم، حاول يمر نشأت أكرم، يعيد الخلف عليا، ونتمنى أن يكون العراق صد ل10 ياردات. ونشأت أكرم على تنفيذ الركلة الحرة المباشرة، أكثر من لاعب، 5 لاعبين لمنتخبنا داخل منطقة جزاء المنتخب الليبيري وأيضا شيرمان. هجوم للمنتخب العراقي جهة اليمين، نشأت أسود الرافدين، نشأت حاول يمر، تمريرة جميلة لعلاء، لعلاء حاول يمر من أمام الحارس شيرمان. أول علاء عبد الزارع عائدة لنشأت أمامية من نشأت داخل منطقة جزاء المنتخب الليبيري. هناك ضعف في خط وسط فريق المنتخب الليبيري وأيضا في خط الهجوم. كرة من جهة اليمين، نشأت هي الكرة عن طريق الجانب الأيمن وأيضا شيرمان
ومتى يا شيرمان حارس مرمى ليبيريا؟ متى متى كرة لهجوم نشط أمامية أمجد، ممكن التعادل، أمجد راضي والتعادل قريب لمنتخبنا الوطن العراقي على عبد الزارة. من الفرص الكثيرة اللي ضاعت على منتخبنا الوطن العراقي، هالكرة لا زالت داخل الملعب. أي فرص وأي مباراة نلعب في الربع ساعة الأخيرة للقاء، ولا زال التقدم للمنتخب الليبيري بهدف مقابل لا شيء، سجل عن طريق ماركوس. وهنا نشد أكرم يحاول يمر، يلعب الكرة الأمامية لأمجد راضي، يونس محمود، كرة من جهة اليمين، نشد أكرم يحاول يمر عن طريق الجانب الأيمن، يلعب الكرة الأمامية. إذن مهند عبد الرحمن أفضل لاعب آسيوي شاب، مهند عبد الرحمن سيشترك وهو البديل السادس للمنتخب العراقي لنشأت أكرم. حاول يمر نشأت، يلعب الكرة الأمامية، لا وجود لحالة تسلل مهند، ولكن هناك الراية تشير إلى وجود خطأ وركلة حرة غير مباشرة. شهدت اضطرابات وحروب أهلية، لذلك المنتخب الليبيري يعاني. 80 دقيقة مرت من عمر المباراة، ونشأت داخل منطقة الجزاء، ممكن التعادل. كرة لخط الوسط، أسامة، عودة لنشأت أكرم. 6 دقائق كوقت محتسب بدل ضاع، سنلعب حتى الدقيقة 96 الثاني وللمباراة. ومحاولة قريبة لمرق علي، يعيد الكرة لنشأت أكرم، أمامية من نشأت داخل منطقة جزاء لتعود لمنتخبنا العراقي. سيف لنشأت، مرور لنشأت، يلعب الكرة، لا وجود لحالة تسلل، وممكن منتخبنا العراقي. جميع لاعبي منتخبنا العراقي في ملعب المنتخب الليبيري، والرأسية من نشأت، من نشأت أكرم، مرت إلى خارج الملعب لركلة مرمى الوسط. منتخبنا الوطن العراقي إلى جهة اليمين للهجوم القادم، نشأت أكرم، نشأت يحاول يمر، يحاول يقل الكرة الأمام داخل منطقة جزاء المنتخب الليبيري.